محمد صلاح النجم العالمي، النجم المصري العالمي اللي بيثبت كل يوم ان مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حلم ممكن ما تحققوش بإرادة ربنا في الأول وفي الآخر، وبشغلك وتعبك واجتهادك وإصرارك، وإن أنت فعلا تقفل ودانك وما تسمعش غير للصح بس، وتقفل على نفسك وتسمع لأشخاص أنت بتثق فيهم بس وتقبل منهم النصيحة. محمد صلاح أثبت للجميع إن مفيش حاجة مستحيلة. محمد صلاح لعيب المقاولين اللي رفضوا، يعني عارفين كان رفضوا الزمالك أو ممكن مثلا أي نادي كان ممكن يرفضه. محمد صلاح دلوقتي بيتوج بكأس أوروبا، دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح إنجاز غير مسبوق في الكرة المصرية وبين اللاعبين المصريين، وكمان يعني عدد معدود على الصوابع بين لعيبة الوطن العربي. كل التوفيق لمحمد صلاح. وأبو تريكة قال بصراحة كلمتين عمري ما هنساهم، إن إحنا هنا كمصريين عموما أو كعرب لما بننتقد محمد صلاح مش بننتقد محمد صلاح علشان إحنا عايزين ننتقده أو إحنا زعلانين منه، بالعكس خالص، إحنا بننتقده بعشم عشان عايزينه يكون أحسن واحد في الدنيا. أبو تريكة لخص الموضوع. علاقة حب وطيدة بين محمد صلاح والنجم الكبير محمد أبو تريكة غير مسبوقة بصراحة. يعني محمد صلاح في عز ما هو متوج بلقب يتمناه أي لاعب في العالم، في العالم كله، بيسأل على أبو تريكة. أبو تريكة بيبص على محمد صلاح، بيتكلم على محمد صلاح زي ما أي حد مصري بيتكلم عليه. حاجة بصراحة يعني كده اتنين مثال للفخر بصراحة، أبو تريكة والنجم الكبير المصري محمد صلاح اللي مشرفنا ومشرف مصر كلها ومشرف الوطن العربي كله. محمد صلاح ربنا يحميك وربنا يديلك أكتر وأكتر كمان، ودايما إحنا في ظهرك ودايما بننتقدك عشان تكون فعلا أحسن واحد، لكن عمرنا ما هنزعل منك وهنبقى معاك لأبعد ما يكون يا مو صلاح. طب أسطورة ليفربول بيقول جرايم سونيس، بيقول أسطورة كبيرة من أساطير ليفربول، بيقول أنا مش خايف من أي حاجة، اللي أنا خايف منه بس هو انتقال محمد صلاح وساديو ماني لبرشلونة أو ريال مدريد، ده اللي متخوف منه، لكن أنا مش متخوف من حاجة تاني خالص. الكلام ده كان في تصريح للصحيفة الإنجليزية الاندبندد، الصحيفة الإنجليزية الكبيرة، كان بيقول أنا متخوف بس من إن الأندية الكبيرة بتلعب في دماغ محمد صلاح، بلغتنا يعني الدرجة، بيلعبوا في دماغ محمد صلاح وساديو ماني للانتقال ليهم، خصوصا ريال مدريد ونادي برشلونة، وكمان إن أي حد بيضعف قدام الأندية الكبيرة دي، اسم كبير كريال مدريد أو برشلونة لما يطلبوا ساديو ماني أو محمد صلاح أكيد هيفكروا ويفكروا كويس قوي. كمان حلم كبير لأي لاعب إن هو ينضم لأحد أندية أوروبا كبيرة جدا، برشلونة أو ريال مدريد. لكن بيقول، هقول لكم نص الخبر بالظبط، بيقول إن ليفربول لاعب أو نادي كبير قوي أي حد يحب ينضم ليه. بس هقول لكم كمان نص الخبر، لا يخشى سونيس أسطورة ليفربول على فريقه من قوة إنفاق مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، ولكن يخشى من اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بلاعبي الحمر محمد صلاح وساديو ماني. ده كان نص الخبر، بيقول ان انا مش خايف من انفاق مانشستر سيتي. اكيد عارفين مانشستر سيتي هيجيب صفقات قوية جدا في الانتقالات العام المقبل، عشان كده بيقول انا مش متخوف من كده، انا متخوف بس من محمد صلاح وساديو ماني ان هم يسيبوا النادي. وتحدث سونيس أسطورة ليفربول الذي لعب ليفربول من 78 ل 84 قائلا ريال مدريد وبرشلونة سيحومان حول محمد صلاح وساديو ماني، وأعتقد أن واحد منهما سيكون هدفا رئيسيا لضمه الصيف الجاري. وتابع في حديثه للصحيفة، قال قطب أسبانيا مران الآن بعملية إعادة بناء ويحاولان ضم أي لاعب يستطيع تقديم الإفادة. وأضاف اللاعب المتوج مع الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات ليفربول نادي رائع وكبير، وأثبت ذلك بعودته مؤخرا للقمة بخوض نهائي دوري الأبطال عامين متتاليين، ولكن العديد من اللاعبين يشعرون بصعوبة رفض ريال مدريد وبرشلونة. ده الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم. وأرضف رأينا ذلك مع لويس سواريز، عد لعيبة كوتينو وعد لعيبة إن هم انتقلوا لبرشلونة وريال مدريد. ولكن رغم ذلك يؤمن سونيس أن ليفربول يستطيع حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة حال الحفاظ على لاعبيه والبناء على كل ما سبق. قال كمان ان الفريق لديه حارس رائع وخط دفاع مميز
عندنا أرلوند وعندنا روبرتسون، والجميع يستطيع أن يحصد المزيد من البطولات والجميع يتطور تطور مذهل. أتم القلق بالنسبة لليفربول ليس قوة مانشستر سيتي، ولكن القلق في محمد صلاح وساديو ماني. ده كان نص الخبر. طيب تعالوا نشوف كلوب نجم ليفربول، مدرب ليفربول قال ايه او رد ايه. يورجن كلوب قال انا بثق تماما في لاعيبه ليفربول ان هم بيحبوا النادي من قلبهم وان هم يفضلوا في النادي سنين اطول. ده كان يورجن كلوب مدرب ليفربول. قال كمان ان كل الانديه اللي بتفوض اللعيبه ممكن تفوضهم وده من حقهم، وكمان من حق اللعيبه انها تنتقل لانديه كبيره، لكن انا براهن على حب لعيبتي لهذا النادي الكبير جدا. ده كان كلام كلوب. عنده كمان فان دايك، كمان حاجه مدافع ما شاء الله، يعني ربنا يحميه، كمان حاجه مذهله. عنده فرقه كبيره جدا ممكن يطورها اكتر واكتر، كمان يحصد كل البطولات مع قوه مانشستر سيتي، مع مانشستر يونايتد العام اللي جاي هيعمل ايه، مع الارسنال، مع تشيلسي، تحديات كبيره جدا. ودوري فعلا هو الاقوى في العالم، الاقوى في العالم، هدافه محمد صلاح لسنتين متتاليتين. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. صلاح ربنا يديلك ويزيدك، يعني كل المصريين بيدعوا لك، وفخر لنا كلنا، احنا اللي بناخد البطولات واحنا بنبقى الهدافين واحنا بنبقى فرحانين زيك واكتر كمان، كل المصريين. ولما نلومك استحمل لومنا، ولما ننتقدك استحمل انتقادنا، علشان احنا عايزينك تكون احسن حاجه، مش بنعاديك بقى زي يعني زي ناس ربنا يهديها برضو. كلوب اختتم كلامه وقال صلاح قدم موسم رائع جدا مع ليفربول، وقال ان هو سجل في مباراه النهائيه لدوري الابطال وصاحب الهدف الاول في شباك توتنهام من ركله جزاء. ودون شك ستحاول انديه عديده استقطاب نجوم ليفربول بعد اداء مذهل للفريق في الموسم الحالي، خرج منه بلقب دوري ابطال اوروبا وخسر الدوري بفارق نقطه واحده لصالح مانشستر سيتي. ده كان كلام يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الانجليزي والحائز على دوري ابطال اوروبا مع النجم المصري الكبير محمد صلاح ونجوم افريقيا سيدو ماني وغيرهم. حاجه مشرفه وحاجة ممكن نقعد نتكلم فيها أيام وأيام، مش هنزهق من الكلام، والكلام مش هيخلص لو اتكلمنا عن أسطورة، بصراحة بقى أسطورة من أساطير الكرة المصرية محمد صلاح. سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، وإن شاء الله لسه كمان مستني منك كتير، هو كمان لسه مستني من نفسه كتير. أبو مكة، ومكة ربنا يخليها لك يا رب ويبارك لك فيها، حاجة جميلة جدا بتفرحنا كلنا بتنزل الملعب. طيب